يس مستر عمر. عايزك تحجزي لي ليموزين، عندنا كلاينت مهمه قوي هيوصل بعد يومين. شور مستر عمر. بس بلاش من شركه ليمو يرو ليمو. اوكي. خلينا مع الشركه اللي جابتني من المطار. هي نفسها، ولا مره غيرناها لشركه يوري ليمو. الليموزين اللي جاب مستر عمر من المطار ما كانش تبع يورو ليمو. مش قصدك يورو ليمو بلغتنا انك لغيت الحجز بنفسك. لا ما حصلش، اكيد صاير عندهم شيء غلط بالسيستم او شيء ما بعرف. ده تقرير من شركه يورو ليمو بيقول الحجز تم من تليفونك الساعه 4 فجر يوم وصول عمر. كيف هالحكي؟ لكن استاذ مين جابك من المطار ومين وصلك؟ ده بقى انا عايز اعرفه. بس خلي بالك من كل كلمه هتقوليها من اللحظه دي عشان حسابك هيكون تقيل قوي. مش عم بفهم شو فيه. شوفي، هي انك بعتيني لناس نصبت عليا، هسوا اسمي، فانا مش هسامحك. ما اقدرش، انا هسكنك، هدمر مستقبلك، هخليكي تعيشي حياتك كلها في جحيم. مين السواق اللي كلمتيه عشان ياخد عمر من المطار؟ والله العظيم ما حكيت مع حدا. طيب كنت فين الليلة اللي قبل ما يوصل عمر؟ رحت سهرت. لوحدك؟ لا، تعرفت على حدا، بس تعرف عادي يعني ما خصه بشي. بعدين وبعدين ايه؟ افتكرت حاجة. ها؟ هو نفس الشخص شفته بالمزاد. بالراحة كده، واحدة واحدة احكي لنا كل حاجة بالتفصيل.